السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في البداية لابد لي أنني أشكر كل التلميذات والتلاميذ، الأساتذة والأستاذات، الطلبة والطالبات اللي كيتفاعلوا دائما مع القناة. كنشكركم بزاف على التفاعل، وبغيتكم تزيدوا تفاعلوا باش نكبروا القناة جميعا لتشجيع المحتوى الهادف. إذن على بركة الله، فيديو اليوم بعنوان أمزازي يوضح سلطة مجالس الأقسام بتدبير عتبة النجاح. هذا الفيديو حصريا على قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. بقوا معي باش نعرفوا الحيتيات ديال هذا الموضوع بالتدقيق. إذن أكد السيد الوزير سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة في حوار صحفي أجراه مع جريدة هيسبريس الإلكترونية على مجموعة من الأمور المهمة من بينها عتبة النجاح. إذن الوزير كان عنده لقاء مع جريدة هيسبريس الإلكترونية اللي كنعرفوها جميع، كان عنده لقاء مع هذه الجريدة وتكلم على مجموعة من الأمور المهمة من بينها عتبة النجاح اللي كتخص مجموعة من التلميذات وتلاميذ جميع المستويات بدون استثناء. وجوابا على سؤال حول مطالب بتخفيض عتبة النجاح، قال السيد الوزير أن هذه العملية هي عملية بيداغوجية محضة، ولا يمكن للمصالح المركزية أو الإدارية أو الوزير بنفسه أن يتدخل في هذه العملية. إذن الصحفي ديال هذه الجريدة سول الوزير وقال له بأنه مجموعة من التلاميذ والتلميذات في كل ربوع المملكة كيطالبوا بتخفيض عتبة النجاح، أنها تخفض وأنها تكون 8 ولا 8 ونص ولا 9 باش يتمكنوا أنهم ينجحوا. إذن الجواب ديال الوزير كان على الشكل التالي، بأنه هذه العملية هي عملية بيداغوجية محضة، يعني المتدخل الأساسي في هذه العملية هو الأستاذ ومجالس الأقسام، وما يمكنش للمصالح المركزية والإدارية، وما يمكنش الوزير بنفسه أنه يتدخل ويخفض عتبة النجاح ولا العكس. وقال السيد الوزير أيضا لدينا هيئات مجالس أقسام ذات قيمة وسلطة أكاديمية تسمح للأساتذة بخيار منح نصف نقطة لإيصال تلميذ معين إلى 10/20 من عدمه، وكل هذا في إطار احترام العتبة التي نحرص منذ 3 سنوات على احترامها في 5/10 بالنسبة للتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي في 10/20، وهذا الأمر ساهم في تحصيل نتائج جد مهمة ونتائج إيجابية. إذن في هذه المسألة ديال دائما في عتبة النجاح، قال الوزير بأنه كاينين مجالس أقسام عندهم قيمة وعندهم سلطة اللي كتسمح للأساتذة باش يزيد واحد نصف نقطة لكل تلميذ باش يكملوا له 10/20 ولا باش يكملوا له 5/10 في الابتدائي. إذا السيد الوزير قال بأنه في هاد الثلاثة ديال السنوات اللي مروا حاولوا أنه دائما تكون عتبة النجاح هي 5/10 في الابتدائي و10/20 في الثانوي. داكشي علاش كانت السلطة للأساتذة دائما منين كيكون التلاميذ مثلا عندهم 9 ونص كيكملوها لهم 10 باش ينجحوا ويتمكنوا كذلك من الحفاظ على العتبة 10/20 ولا 5/10. وكذلك أكد السيد الوزير على أنه لا يمكن اليوم تراجع على المكتسبات. شنو هما المكتسبات؟ انه يأكد على العتبة 10/20 و5/10 في الابتدائي. فهناك قال الوزير فهناك سلطة لمجالس القسم في هامش نصف نقطة أو نقطة، وليس تمكين التلميذ من النجاح بحصوله على معدل 9 أو 8/20. إذا في هذه النقطة قال الوزير بأنه الوزارة كتعطي السلطة لمجالس الأقسام باش تزيد واحد نصف نقطة ولا نقطة باش تمكن التلاميذ من النجاح والمرور إلى الأقسام الموالية، ولكن ما يمكنش تلميذ عنده 9 ولا 8 ونص أنه ينجح بلا ما نزيده. دونك حسب كلام الوزير انه ضروري لمجالس الاقسام انهم يزيدوا داك نصف نقطه او لا نقطه باش يمكنوا التلميذ من النجاح. اذا علما ان تدخل مجالس القسم تراعي وضعيه التلميذ على مستوى الحضور والسلوك وتطور مساره الدراسي. اذا هنايا كيقول الوزير بانه التلميذ المستوى ديالو ما كيعرفو غير الاستاذ اللي كيقريه، كتعرفو كذلك الاداره من حيث السلوك والحضور، وكيعرفو الاستاذ من حيث تطور المسار الدراسي بحيث انه كيعرفو واش تحسن من الدوره الاولى للدوره الثانيه ولا العكس ان المستوى ديالو تدهور في الدوره الثانيه.
هادشي اللي كان عندي في هذا الفيديو. في الأخير شكرا لكم على المتابعة، كنتمنى أنكم تزيدوا تدعموا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد إن أعجبكم طبعا المحتوى. كنتمنى أن كل شيء ينجح إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.